اهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهات اوتو بي. الفيديو ده هنتكلم فيه عن حاجه بسيطه لكنها مهمه جدا، وهي الطريقه الصحيحه والامنه للامساك والتحكم في عجله القياده او الدركسيون او ما يسمى بالستيرنج ويل اثناء القياده. اذا كنت من الناس اللي لسه مبتدا في تعلم قياده السياره او حد حابب مجال السيارات عموما، الفيديو ده هيكون مفيد ليك، فتابع معايا الفيديو للنهايه. اهلا بيكم مره تانيه. عشان نعرف الطريقه الصحيحه والامنه اللي نمسك بيها عجله القياده او الدركسيون واحنا بنسوق، لازم تتخيل ان عجله القياده او الدركسيون اللي قدامك على شكل دايره كانها ساعه حائط، واللي ما يعرفش ساعه الحائط هي بتكون بالمنظر ده، بيكون على شكل دايره غالبا، بيكون مقسمه من ارقام من 1 ل 12، فكانك بتاخدها بتحطها قدامك على عجله القياده او الدركسيون، وكان عجله القياده او الدركسيون اللي قدامك او مقود السياره مقسم من ارقام من 1 ل 12 كانه ساعه حائط بالظبط. وبتبدا تمسك وتحط ايدك اليمين عند رقم 3 وايدك الشمال عند رقم 9، اللي هو الوضع او الطريقه اللي هي بتسمى 3 و9 3 and 9، وهو ده الوضع والطريقه الصحيحه اللي تمسك وتتحكم بيها في عجله القياده او الدركسيون او مقود السياره اثناء القياده. والوضع 3 و9 اللي هو 3 and 9 هو الوضع حديثا اللي بيدرس بيوصى بيه في مراكز ومدارس تعليم قياده السيارات حول العالم، وده لعده اسباب. السبب الاول ان وضع 3 و9 اللي بنمسك بيه عجله القياده او الدركسيون او مقود السياره واحنا بنسوق هو الوضع الاكثر راحه للاذرع والايدين اثناء القياده، وخصوصا لو بتسوق او بتقود السياره لفترات زمنيه طويله. السبب الثاني في حاله وجود اير باج اللي هي الوساده الهوائيه او الكيس الهوائي في عجله القياده او الدركسيون او مقود السياره او الستيرنج ويل لو في اير باج، والاير باج هي الوساده الهوائيه او الكيس الهوائي اللي ما اعرفهاش هي بالمنظر ده، والاير باج وظيفتها تفتح تلقائيا او اوتوماتيكلي لا قدر الله اذا كان حادثه او تصادم قوي. وضع 3 و9 هو الوضع اللي بيسمح وبيدي مجال للاير باج انها تفتح من غير ما تلمس ايديك او تخبط في ايديك، وبتبدا تحمي منطقه الوجه ومنطقه الصدر للسواق او القائد السياره. وقديما وقبل ظهور الاير باج في 1953 كان بيستخدم السيت بيلت او السيفتي بيلت اللي هو حزام المقعد او حزام الامان، كان هو الحاجه الوحيده اللي بتستخدم في السياره. فكان الوضع او الطريقه اللي بيمسكوا بيها عجله القياده او الدركسيون او مقود السياره هو وضع 2 و10، اللي هو بتحط ايدك اليمين عند رقم 2 وايدك الشمال عند رقم 10. هو الوضع ده اللي كان بيستخدم قبل ظهور الاير باجز. لكن لو في اير باج في عجله القياده او الدركسيون او مقود السياره لازم تستخدم وضع 3 و9 3 and 9، لان وضع 2 و10 ان لا قدر الله حصل تصادم قوي او حادثه هتبدا تفتح الاير باج وتخبط ايديك بوجهك، بتاخد الايدين بتخبطها في الوش او في الوجه وبيحصل كسور واصابات خطيره جدا للايدين وللوجه. فوضع 2 و10 وضع ممكن تستخدمه لو مفيش اير باج او وساده هوائيه في عجله القياده او الدركسيون او مقود السياره او الستيرنج ويل لو مفيهوش اير باج. وضع 2 و10 وضع كويس، لكن لو في اير باج وضع 3 و9 3 and 9 هو ده الوضع الصحيح اللي تمسك بيه عجله القياده في حاله وجود اير باج في عجله القياده او الدركسيون. تالت حاجة وضع 3 و9 هو الوضع اللي بيخليك تركز أكتر في السواقة وفي الطريق وانت سايق، ما يحصلكش ما يسمى بالتشتت الذهني اللي هو الديستراكشن، لأن موجود كل الأوبشنز وكل التحكمات وكل الوظائف موجودة تقريبا في عجلة القيادة عند قريبة من الوضع 3 و9، قريبة من الوضع 3 و9. يعني مثلا من الوظائف أو من الأوبشنز اللي هي لو عايز تغير مثلا محطة الراديو، عايز تشغل السي دي بلاير، مثبت السرعة، استقبال مكالمات مثلا من التليفون وتحولها وتتكلم، الأنوار والإشارات، كل ده تقدر تعمله وانت ماسك عجلة القيادة من غير ما تشيل عينك من على الطريق ولا تعمل أي حاجة. وزي ما بيقولوا بيخلوا دايما عينيك على الطريق، keeping your eyes on the road، مركز في طريقك في نفس الوقت تقدر تتحكم وتعمل كل الحاجات دي، كل الأوبشنز دي وانت بتسوق. فدي كانت الأسباب اللي بتخلي وضع 3 و9 هو الوضع الصحيح والآمن اللي تقدر تمسك بيه عجلة القيادة أو مقود السيارة أو الدركسيون أو الستيرنج ويل أثناء القيادة. وده كان موضوع الفيديو. إن شاء الله الفيديو القادم هنتكلم فيه عن الطريقة تلف بيها أو تدور بيها عجلة القيادة أو الدركسيون، أو عايز تعمل تشينج لين لو عايز تغير حارات من اليمين للشمال أو الشمال لليمين، أو تعمل دوران لليمين أو دوران للشمال. كل ده هنعرف إزاي تحرك إيديك بوضع 3 و9 ومن الوضع الصحيح. إن شاء الله هو ده هيكون موضوع الفيديو القادم. وفي نهاية الفيديو أتمنى أكون استفدت ولو بشيء بسيط، وأشوفكم في فيديو تاني من فيديوهات أوتو بي. سلام.